نروح حضراتكم إلى واحدة أيضا من أرض بورسعيد، حي الجميل، ضاحية الجميل، سبحان الله العظيم. وكأن احنا نأتي من رأس الحكمة هناك، وأيضا المدينة الجميلة اللي هي الموجودة هناك في شرم الشيخ، وهذا هو ضاحية الجميل. وكأن هذا النظام يتعمد قتل وإبادة كل ما هو جميل، حتى الأسماء يا رجل، رأس الحكمة ورأس جميل وضحية الجميل، وكأن هذا النظام نظام يقدس القبح. أنا ما زلت أتساءل عن أهالي رأس الحكمة، هيروحوا فين الألاف دول؟ سألت فيهم لما يجي النهاردة الكفيل الإماراتي ياخد 55,000 فدان، ودول دول أهل. طب الناس أصحاب الأرض هيروحوا فين؟ هتبيعوا له الأرض إزاي بمن عليها؟ طب ضحية الجميل نفس القصة ببورسعيد، ثلاث أحياء من أفضل أحياء بورسعيد، غرب بورسعيد، وقلنا بوغاز بورسعيد، قلنا مطار هناك المطار بورسعيد، قلنا حضراتكم المصيف بتاع الفردوس، وقلنا شركات البترول، كل ده انت ليه بتهجر اهالي قاعدين في بيوتهم بقالهم سنوات طوال، عشرات السنوات، ودي ملكهم؟ انت ليه رحت تعمدت انت تهجر اهالي رفح وشيخ زويد ودول قاعدين في بيوتهم عشرات السنوات؟ ليه؟ ربما نفهم بعدين او بدأنا نفهم دلوقتي ليه. ليه هجرت اهالي مطار العريش وميناء العريش؟ ليه هجرت اهالي مثلث مزبيرو؟ ليه هجرت اهالي جزيرة الوراق؟ ليه هجرت هناك اهالي الحي السادس والسابع؟ ليه هجرت اهالي حي الماظة؟ ليه دلوقتي بتهجر اهالي حي الجميل؟ لفظ تهجير ده لفظ قبيح جدا، وتعب منه اهل بورسعيد واهل القنال على ايد العدوان الصهيوني. النهاردة حضرتك المفوضية المصرية لحقوق الإنسان بتطالب بوقف إزالة منطقة ضاحية الجميل وإخلاء السكان، بتقول على الحكومة الاستماع لمطالبهم. دي مفوضية لحقوق الإنسان بتلتقي مع الأهالي وشايفة الحق والباطل وعارفة إن دول أصحاب حق. أنت مش عندك في الدستور مادة 63 أصلا بتحافظ على الملكية الخاصة؟ الملكية الخاصة مصونة بالدستور، ثم في ما فيش حاجه اسمها منفعه عامه تاخد حي بحاله وضحيه بحالها. الناس دي تهدم بيوتها ليه؟ ولم توفر لهم بديل، رميتهم في الشارع الالاف المؤلفه اطفال ونساء واحنا في شهر حتى دلوقتي ده، في الان مصر على مدار شهر يناير وفبراير البرد فيها قارس، والشتاء والجو ممطر جدا والجو فيه بروده، دول ترموا في الشارع ازاي؟ وتقوم دلوقتي بإزالة ليه؟ أحد النواب اللي هو أحمد فرغالي النائب عن بورسعيد راح لمجلس النواب بيقول لهم يا جماعة الناس دي قاعدين وبقالهم أكتر من 40 سنة. ليه؟ ليه بتطلعوهم بيوتهم؟ ولن تجد أذان صغير، لأن للأسف الشديد أنت لن تجد من هذا النظام أي إجابة إنسانية. عمرنا ما عرفنا هم بيعملوا كده ليه؟ إنما بنتأكد بعدها لما بيتم بيع الأرض بمن عليها للمستثمر. ومستثمر بقى أجنبي، المستثمر يجي يستثمر في البشر، تديله قطعة أرض بمن عليها، تورثه مصريين، تبيع مصر بالشكل ده حجر وبشر؟ في ده موجود في أي دولة؟ ما لا تسأل ولا تستغرب ولا تستعجب. إنما الله يكون في عون الآن الناس، هي لأن الموضوع حتى النائب احمد فرغالي بيقول لك الارض ما متخصصه من 40 سنه لقد ما تاسس كنيه. طب كنتوا فيه من 40 سنه؟ ما لن تجد ايضا اجابه. طيب هو في معانا فيديو فعلا للنائب احمد فرغالي وهو بيتكلم يا جماعه عن القصه دي، وبيقول ان هي فعلا من 40 سنه كانت مخصصه ان احنا يقام عليها منطقه سكنيه. هو السؤال، هل الناس اللي موجوده دلوقتي دي، على فكره من ضمن الماتيريال اللي كنا بنعرضها والفيديوهات والمشاهد اللي كنا بنعرضها امام حضراتكم دلوقتي، كان فيها ست كده يبدو طبعا هي منتقبه ولكنها رفعت النقاب لكي تتحدث لانها صاحبه حق بقى، اللي هو عارف انت
في حاجات كده انت بتحسها وانت قاعد بتشوف وبتتابع اللي هو ايه اللي هو لا انا مش هسيب حقي بقى ده حقي انا عايز حقي ومش هسيب مش هسيب ارضي ومش هسيب بيتي ومش هتحرك من مكاني. طيب الناس دي وقت ما انت قلت لهم ده ارض وحق انتفاع وبتاع والكلام ده كله الناس دي بنوا على نفقه الدوله ولا بنوا على نفقتهم الشخصيه؟ بنوا الاماكن دي كلها على نفقاتهم الشخصيه. الناس سددت الرسومات ولا ما سددتش الرسومات؟ سددوا الرسومات. الناس لما زودت الاسعار او الحكومه زودت الاسعار في الرسوم والكلام ده كله الناس دي التزمت ولا ما التزمتش؟ التزمت. طب ايه مبررك بقى في انك دلوقتي تقول لهم هدوا بقى كل اللي انتوا عملتوه ده ومش هدوا كمان ده انت اللي هتهدوا فوق دماغهم وتمشيهم وتسيبهم ارضهم وتسيبهم اماكنهم. الموضوع صعب. تعالوا نسمع احمد فرغلي قال ايه. يلا بينا. الارض طبعا دي ارض تم تخصيصها من حوالي 40 من مجلس المحلي الشعبي لمحافظه بورسعيد لاقامه منطقه سكنيه، وبالفعل الاهالي هم اللي بنوا الوحدات ديت على حسابهم الخاص ودخلوا المرافق على حسابهم الخاص وكانوا بيدفعوا من رسوم اشغالات وضرائب عقاريه والتعامل مع الحي في كل الاجراءات، وحتى ومن تقريبا 10 سنين تم تغيير مقابل حق الانتفاع والاهالي امتثلوا للموضوع دوت. صدر قرار بهدم الفلل الخاصة بالأهالي دون سابق إنذار. الأهالي قال ما جناش إنذار خالص. أنا تقدمت بالبعد لوقف أعمال الهدم لحين ده نائب الشعب وده نائب عن بورسعيد، والراجل أحمد الفرغالي بيفكرنا بالراحل العظيم النائب البدري فرغالي، وهو الذي كان صدح صوته في البرلمان من أيام السادات لمبارك. يعني الراجل كان موجود الله يرحمه رحمات الوسعات، واحد من معالم البرلمان المصري على ذكر النائب احمد فرغالي. يعني النهارده ساعتك الراجل بيقول لك الناس دي من 40 سنه تم تحديد دي منطقه سكنيه، وتم الناس خدوا عقود منفعه وبنوا على نفقتهم ودفعوا الرسوم والناس ملتزمين. ليه يا عم بتطلعهم؟ ليه بتهجرهم؟ ليه بتشتتهم؟ مفيش يا راجل. ده حتى الاستاذ مصطفى بكري، الاستاذ مصطفى بكري استغرب واستعجب واندهش وبيدافع عن الناس. مش بقول لكم من اول الحلقه انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل في صدى البلد، في شويه كده تحولات في الاراء وفي في جرعه كده صراحه. مصطفى بكري النهارده يستضيف الاستاذه الدكتوره الجميله الوطنيه الرائعه عليا المهدي. قاعدين النهارده مصطفى يتكلم عن اهالي بورسعيد في اللي بيحصل في صدى البلد. انا ممكن نلاقي بكره احمد موسى وكمان بيتكلم عن واقع الناس ولا حاجه، خير اللهم اجعله خير يعني، وفعلا في بيع وكده يعني ولا ايه؟ لما خلونا مصطفى بكري بيتكلم ويدافع عن اهالي ايضا ضحيه الجميل وبيطالب ان ما تجرهمش يا جماعه واسمعوهم واحتقوهم كده يعني. هل يعقل ان يتم الهدم بهذه الطريقه ويدخل الحرميه ويدخل البلطجيه ويدخل كذا وكذا؟ طيب لماذا لم نصل الى صيغه تفاهم مع الناس؟ اذا كان الناس بتقول ده حقنا، مش انا النهارده عشان هعمل كمباوند او اعمل اي حاجه او مشروع استثماري، اين حقوق هؤلاء الناس؟ لازم نعرف كويس قوي ان ده الشعب بتاعنا ودول اهلنا ودول ناسنا، احتوائهم مهم وان احنا نقعد معاهم ونسمعهم. واظن السيد المحافظ قعد معاهم مره او اتنين قبل كده لكن لم يصلوا الى نتيجه معينه.